مرحبا. من طول عمرهم الصينيين بياكلوا شوربة الخفافيش وسلطة الفئران وإيش في حشرات بتقرف انت اذا شفتها بتقرف منها، هن بتبلوها وبياكلوها. بس نحن ما سمعنا بعمرنا حدا صابه فيروس مميت. فجأة صحينا على خبر فيروس كورونا وبلش الاستنفار، وخاصة لما انتشر مثل الجراد لما بفلتوه على الحقل ما بيخلي لا اخضر ولا يابس. بلش هالفيروس يسافر على كيفه ويخبط بهالناس اللي بلشت للأسف تموت. وطبعا الحكومات الأوروبية أخذت الموضوع بشكل جدي وأصدرت تعليمات بإغلاق المدارس والجامعات، وصار في كنترول على الرحلات على خطوط السكك الحديدية المتنقلة بين الدول منعا من انتشاره. بس المصيبة هي التدافع على المحلات والسوبر ماركات اللي بلشت تفضى من المواد الغذائية وكأنه شي مجاعة ضربت هالكوكب. لأ وكلكم ومحارم التواليتات كوم تاني. هالأوروبيين ما في غير عم يعبوا بهالعربية محارم معطرة ومحارم التواليت، إلا نحن العرب. ليش؟ طبعا لأنه نحن عنا شطافة، لكن حدا بيمسح بمحرمين. لهيك أنا الأوان لننقل خبراتنا واختراعاتنا للأوروبيين ولفت أنظارهم إلى هذا المنتج العظيم الذي لا يكاد يخلو من أي بيت عربي. وهيك حيكون الشطاف هو العامل الرئيسي الذي سيزيد من أواصر العلاقة وتوطيدة بين الشعبين الحبيبين العربي والأوروبي. بس ترى في ناس عاملة حالة أنه هي مصابة بالكورونا واستخدمت حجة الكورونا لحتى تستفرد بالساحة لألهم وبس. وفي ناس مو فارقة معاها وهن مطبلين مزمرين ولا كأنه صاير شي. بشيلكم من كل هالكلام وخلينا نقفز لعند بلاد العربي أوطاني، لأنه هنيك الدنيا ربيع والجو بديع والحكومات العربية حاطة بطيخة صيفي واخذ الموضوع بشكل عادي. يعني شو كورونا يا أخي؟ خد لك مضاد حيوي ولا خافض حرارة تنتهي المشكلة. بعدين مو حرام هالفيروسات تعطوها مضادات حيوية؟ الواحد بيعطيهم كيس سكاكر، مو مضاد حيوي؟ ليش عم تخلطوا بين البكتيريا والفيروسات؟ هي إهانة للفيروسات على فكرة. لقد مرت علينا فترة طويلة منذ أن حصلنا على وجبة جيدة كالسكر. أفرعت إنك تثير كابتي. يجب أن نعترف أن السكر فقط هو الذي يجعل حياتنا البائسة تستحق العيش. السكر. بعدين صحيح الوباء طلع من الصين
وصحيح الصين أكملت بناء مشفى العزل بشي 10 أيام، بس تعالوا شوفوا بالأردن اللي سبقوا الصين ب200 سرير. المشفى عزل قال قبل ما يكملوا الصينيين مستشفى العزل كنا نحن مكملين مستشفى العزل أو الحجر اللي في البشير بسعة 200 سرير. تم الأسرة الموجودة في حديث 200 سرير حديثات، سعر سرير 3000 دينار، نقلناهم بالليل، فجهد جماعي كان وكبير. وعلى فكرة بسوريا بالذات ما في إصابات، وحتى لو صار في إصابات إذا الفيروس بيشوف عنا صحن المكدوس بيموت لحاله، فكيف إذا شاف صحن فتة بسمنة مسقسقة وعليها المكسرات حبات الرمان؟ يا يوب. وبعدين عنا الكل بيفهم أحسن من أي دكتور، ما في داعي تعذب حالك وتروع على المشافي، مو مثل أوروبا العمل لسه كل ما واحد بده يروح على الدكتور ياخذ له بشكيبه. لا لا، عنا ما في هيك شيء. فيك تسأل أي واحد بالشارع، خيو شو عندك وصفة لعلاج الكورونا؟ بتلاقي بيعطيك من كل طيبة خاطر وصفة مما سمع وقرأ وشاهد. يعني خذ لك هالوصفة مثلا، مكونات بسيطة، كاستين حليب وكاسة بول بعير، مقادير متوفرة في كل منزل. بس ليه من هلأ عم حذرك، ترى إذا متت أكيد السبب مو بول بعير، أنت بتكون مخربط بالعيارات. جلاس بول الإبل، جلاس بول الإبل، شوف جلاس بول الإبل وجلاسين حليب الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم شفاء لكل مرض فيروسي، شفاء لكل مرض فيروسي. بعدين شبكن عرفتوا اللي ما بيقدر على هالوصفة، في عنا خيارات تانية تناسب جميع الأجواء ولا تاكلوا همها أبداً. أبدا. بعرف مو كل الناس بتشرب حليب، لهيك عنا جميع الوصفات اللي بتناسب جميع الأجواء، خلطة العسل مع التوابل. اليوم الأول تخلط العسل مع القرفة، هذا هو جلسين نخلط العسل مع القرفة وبالعافية تاكل كذا مباشرة، والله يجعل فيه العافية. يوم مع القرفة ويوم مع الكركم ويوم مع حبة البركة، يعني شيء بيفتح النفس وبيعطيك طاقة ومناعة. يراد لها مناعة، هذا زيت حبة السوداء، يومية جلاس ملعقة زيت حبة السوداء تشربوا نفس. بعرف في منكم ما بحبوا البهارات وهالقصص. عندي الحل، لا تشيل هم بقلبك، معلقة عسل مع عصرة ليمونة وخلي قلبك من الحامض لاوي. قال على طول خذ لك حبة ليمون عصرها، حط عليها ملعقة عسل، حركها لحد ما تصبح زي الموية، تغرر وابلع. سويت الموضوع يا بالحلال، حلقي مولع. قال سويها مرة ثانية. ومن هنا تخلص هالأزمة على خير، ما بنعرف شو ممكن تطلع لنا وصفات جديدة. المهم نتمنى السلامة للجميع وتضلوا بخير جميعا، وسلام. Ha ha ha!